السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، سهلة وبسيطة. معانا بصلة مبشورة مع قرن فلفل وورق لورا وفصين ثوم، ملح، فلفل اسود، كركم، بهارات، طماطم مبشورة وطماطم متقطعة جوانح، فرخة مغسولة ومتقطعة 8 قطع، وحلقات بطاطس. عندي هنا معلقة زبدة كبيرة مع معلقتين زيت. هبدأ انزل بالفراخ تتشوح معانا تاخد لون مع التقليب المستمر. هنا بدأت تاخد معانا اللون الذهبي الفاتح، هنزل عليها بالملح والتوابل مع بعض، والبصل مفروم مع الثوم وفلفل اخضر وورق اللورة، وهنقلبهم مع بعض كويس. الفرخة هنا كانت الوزن بتاعها 2 كيلو الا ربع، وقطعتها 8 قطع عشان تستوي، واتأكد ان هي خدت سوى ممتاز. هنا هنزل بنص معلقة هريسة عشان تديني طعم بس مش اكتر. هنا خلاص الفراخ مع البصل خدوا لون دهبي حلو، هنزل عليهم بالبطاطس الحلقات برضو مع التقليب المستمر علشان تاخد البطاطس نفسها اللون ذهبي، تبقى متحمرة مع الفراخ والبصل، تكتسب منهم ريحة التوابل وطعمها. في المرحلة دي هنهدي النار ونبدأ نعمل الرز معانا. هنا معايا سمنة على زيت، هنزل عليهم بالشعرية مجرد بس ما تاخد اللون الذهبي. هنحمر الشعرية للون الذهبي، وفي نفس التوقيت هنتابع البطاطس. هنا البطاطس بقت لونها ذهبي ممتازة، هنبدأ ننزل عليها بالطماطم المفرومة، فرمها صغنن جدا وفيه منها طماطماية جوانح. هنبدأ نقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يتحمروا كويس، وهنزل عليهم بمية مغلية، ممكن مقدار كوباية مية كبيرة بس. هنا هقلبها كويس وهشوفها هي محتاجة ملح تاني ولا لا. كده هنسيب البطاطس تاخد غلوة على النار، وهنتابع الشعرية. اه كده لونها بقى ذهبي تمام. هننزل عليها بالرز ونقلبهم برضو مع بعض تقليبتين. هنا كده هنحط الملح للرز، دلوقتي هنحط المية المغلية للرز ونقلبه كويس، نخليه ياخد غلوة على نار عالية، وبعد كده نهدي النار عليه لحد ما يستوي. لو هنحط كوبايتين رز
هيبقى 2 كوباية ميه، انا بحط 1.5 كوباية ميه مغليه ونص كوبايه ميه ساقعه. كده البطاطس خدت غلوة كويسة معانا 10 دقايق على النار، هندخلها الفرن على حرارة 220، هتاخد لون بس معانا للوش وتكمل السوا بتاعها. هنا كده صينية البطاطس طلعناها من الفرن، خدت لون الكراميل الغامق، وكمان الرز استوى معانا في نفس التوقيت. أكلة سريعة. وهنا بقى البطاطس بقى لونها جميل مكرمل من بره ومن جوه، والفراخ كمان محتاجناش ان احنا نضيع وقت في ان احنا نسلقها، لا اكلة سريعة وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو.